بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبنكمل معاكم سيرة الرحمة. أولاد سيدنا النبي كلهم من أمنا السيدة خديجة بنت خويلد، ما عدا سيدنا إبراهيم وهو ابن ماريا القبطية اللي أهداها حاكم مصر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واللي أسلمت وآمنت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول أولاد سيدنا النبي القاسم، وهو أكبر أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى سيدنا النبي بأبي القاسم. ولد القاسم قبل النبوة وتوفي وعمره سنتين، وعبد الله ولد بعد النبوة، ولذلك يسمى بالطيب الطاهر، ومات صغيرا بمكة. وإبراهيم ولد بعد الهجرة إلى المدينة المنورة بثمان سنين، وتوفي وهو عمره 17 أو 18 شهر. أما بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ستنا زينب، وهي أكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوجت من أبي العاص بن الربيع قبل ظهور الإسلام، وكان ابن خالتها هالة بنت خويلد، وأنجبت له ابنة اسمها أمامة، وأسلمت مع أمها السيدة خديجة بنت خويلد وإخوتها الثلاثة. لكن زوجها لم يكن قد أسلم بعد، لكن كان بيحبها وهي كمان كانت بتحبه. ولما ازداد الوضع سوء بعد هزيمة المشركين في غزوة بدر الكبرى، ووقع أبو العاص أسيرا في يد المسلمين، أرسلت قريش في فداء الأسرى، فأرسلت السيدة زينب رضي الله عنها القلادة بتاعتها اللي كانت أمها السيدة خديجة أهدتها إليها يوم زفافها. فلما شاف سيدنا رسول الله القلادة حن ورق رقة شديدة، واستأذن الصحابة رضوان الله عليهم إن هم يفكوا أسر أبي العاص ويردوا القلادة للسيدة زينب رضي الله عنها ويحققوا رغبتها، ففعلوا ذلك لها. وبعدها بمدة دخل أبو العاص في الإسلام ورجع لزوجته الحبيبة زينب ابنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موتها بكى عليها كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخفف عنه. وماتت بعدها بسنة أختها ستنا رقية، وكانت ثاني بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوجت من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة بعد اشتداد الأذى بالمسلمين، ليكونوا من أوائل المهاجرين بدينهم مع عدد قليل من المسلمين. ورزقت في بلاد الحبشة بابنها عبد الله، وعادت بعد ذلك إلى مكة لتهاجر مرة أخرى إلى المدينة المنورة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفى بعدها ابنها عبد الله وهو عنده 8 سنوات. وبعدها مرضت بالحمى، وبقي زوجها عثمان بن عفان بجانبها علشان يرعاها، فبقي بجانبها بدلا من الذهاب إلى غزوة بدر. وتوفيت رضي الله عنها بعد البشرى بنصر المسلمين في الغزوة. وستنا أم كلثوم، وهي ثالث بنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، زوجها الرسول عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقية رضي الله عنها، ليشرف عثمان بزواجه من ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لقب بذي النورين. وفضل معاها لحد وفاتها في العام 9 من الهجرة، وما أنجبتش ليه أبناء، ودفنت بجانب أختها رقية. وستنا فاطمة، وهي أصغر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجت من سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، وأنجبت له سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وستنا زينب وستنا أم كلثوم. وكانت أشبه أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم به في كلامها ومشيتها، وتوفيت بعد وفاته بستة أشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من همومه ومسؤولياته ومسؤولية الرسالة أب حنون على بناته، بدليل قصته مع السيدة زينب وتقديره لحبها لزوجها أبي العاص ونصيحته لها بالرفق، ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم وحبه لسيدنا عثمان اللي زوجه بنتين من بناته، وكان بيقول له لو عندنا بنت ثالثة كنا زوجناها لك. أما فاطمة أم أبيها، وهي الوحيدة التي عاشت حتى انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، فلها قصص ومواقف مع سيدنا النبي عليه السلام، وهو ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنفهم كل يوم معنا لأصل الرحمة معنا، حنفهم كل